الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا ونبينا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إخوة الإيمان، نودي لأذان صلاة العشاء ونقلناه لكم من الرحاب الطاهرة في مكة المكرمة. لحظات مع هذا الدعاء ريثما تقام الصلاة. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم بك آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. نعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وبرأ، ومن شر ما يخرج منها،
ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق يطرق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. ربنا نعوذ بك من همزات الشياطين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب. احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، واغفر لنا بقدرتك فلا نهلك وأنت رجاؤنا يا رب. بك آمنا فاكتبنا من الشاهدين. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، وعافنا في ديننا، وانصرنا على من عادانا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، وصلى الله على سيدنا. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، استقيموا واعتدلوا، سووا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والذين لا يشهدون الزور وإذا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا
كذبتم فسوف يكون لزاما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله الله أكبر. 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 سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. هكذا أيها الإخوة المشاهدون، أيها الإخوة المؤمنون، نقلنا لكم وعلى الهواء مباشرة أذان وصلاة العشاء من الرحاب الطاهرة في مكة المكرمة، وذلك عبر القناة الأولى في تلفزيون المملكة العربية السعودية. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. يا رب سبحانك، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. يا نور السماوات والأرض، بنورك نستضيء، هالات أنوارك تنير ما سكن قلوبنا من الإيمان بك، ضحى اليقين في آياتك وآلائك، محى ظلمات الشك من نفوس عبادك، منارات الأرض أضاءت بترديد ذكرك وتوحيدك، ضياء جاء من الله، فسجدنا لله تسبيحا وتنزيها. اللهم اغمرنا بأنوارك، وأحينا في أنوارك، وتوفنا على أنوارك، وأطلعنا على أسرار أنوارك، ولا تحرمنا أنوارك، فإنا نعوذ بنور وجهك من السلب بعد العطاء. اللهم اجعلنا من أوجه من توجه إليك، ومن أقرب من تقرب إليك، ومن أفضل من سألك ورغب إليك. اللهم اسقنا من بركات السماء، وأطعمنا من بركات الأرض، وذلل لنا ما ذللته للصالحين من عبادك، واكشف عنا من البلاء ما لا يصرفه غيرك، واجعل ما بسطت لنا من رزقك قوة وبلاغا إلى حين. لا إله إلا الله يفعل ما يريد، لا إله إلا أنت الغني الحميد. اللهم أمرتنا بدعائك، ووعدتنا إجابتك، وقد دعوناك كما أمرتنا، فأجبنا كما وعدتنا. اللهم اغفر لنا واستر علينا، وآتنا الحسنات في الدنيا، وضاعف لنا الحسنات في الآخرة. اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، ولا تخيبنا، إنك أنت الجواد الكريم. اللهم ارزقنا جوامع الخير كله، وأصلح شأننا كله، واصرف عنا الشر كله، فإنه لا يفعل ذلك غيرك، ولا يجود به إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.